أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وصلنا على بركة الله تعالى وحسن توفيقه وعونه إلى سورة الملك. إن شاء الله نتوكل على الله بالإملاء برواية الإمام قالون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. كالعادة الملك شيء قدير. كذلك التنوين بتاع شيء، بتاع الهمزة بتاع شيء، إظهار الحركة الأولى وإخفاء الثانية، يعني الحكم في الثانية لأن فيها نون التنوين. شيء نعيد. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. 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 وهو العزيز الغفور. وهو العزيز الغفور. وهو العزيز الغفور. وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. 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 الذي خلق الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. احنا من كلمة من تفاوت لابد من يعني اتمام حركة الضم على الواو. تفاوت، بعض الناس تفاوت، هذا خطأ. تفاوت ما ترى. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر
البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير هنا ثم ارجعي عندك الراء مفخمة وصلا وابتداء وصلا وابتداء وصلا ثم ارجع البصر ثم ارجعي وابتداء ار اي ار اي ا ارجعي علاش لان هذه همزه الوصل تاتي بها العرب ليتوصل للنطق سميت همزه الوصل ليتوصل بها للنطق بالحرف الساكن فهي يعني حتى نتوصل للنطق بالحرف الساكن نقول ارجعي وهي من حالات التفخيم قولا واحدا ثم ارجع البصر ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير واعتدنا لهم عذاب السعير واعتدنا لهم عذاب السعير واعتدنا لهم عذاب السعير ولقد زينا السماء مصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير 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 إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ
تكاد تميز من الغيظ، تكاد تميز من الغيظ. غا بدون قلقلة، الغيظ أظ أظ، لا نقول أظ أظ، هذا قلقلة. تكاد تميز من الغيظ، تكاد تميز من الغيظ، تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. هذا فوج، فوج جو جو الأولى، الحركة الأولى الضمة الأولى حكمها الإظهار، فوجو، والثانية فيها نون الإدغام، فيها نون التنوين، فوجو أن فوجو، هذا لفظها فوجو سالهم. والغنة مرقة لأن السين حروف الترقيق، قال الإمام السمنودي: والروم كالوصل ويتبع الألف ما قبله، والغن بالعكس ألف، الغن يتبع ما بعده، الألف يتبع ما قبله، إذا كان قبله مفخم طال طال يفخم الألف، كان كان يرقق الألف، والغنى الغنى تتبع مع بعدها، يعني فوج فوج ترقق وتفخم كذلك. إذن هنا ترقق كلما ألقي، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتي فيكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. ضلال لا نقول ضلال، ليه هذا ترقيق؟ ضلال ضاء، وخاصة الألف اللي بعده كسر، كثير من الناس يرقوه يعملوا له الإمالة الترقيق، إمالة صغرى، وهي تسمى التقليل، وهذا خطأ. ظلال لي، وهي ظلال ظلال، لأن الفتحة والألف تصاعدية ما ينزلوش تحت. نعيد: فكذبنا، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال. ملاحظة ثانية من شيء، النون هنا تعمل حكمها الإخفاء، وبعدها حرف الشين، الشين من حروف الإخفاء 15: سفذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقم ضع ظالما، الشين سفذا ثنا كم جاد شخص، فهنا الشين
لان لما نعمل الاخفاء نتهيئ لحرف الشين. مش مش الغنه في الخيشوم والشفتين على حرف الشين من شيء، لابد ما نش يسمى هذا اخفاء بغنه مع التهيئ للنطق بالحرف الموالي اللي هو الشين. بعض الناس يقول اخفاء بغنه ويسكت، هذا جواب ناقص. مشايخنا يقول يعتبروه جواب شنو ناقص، يقول لك كمل لي، قول لي اخفاء بغنه مع التهيئ للنطق بحرف الشين يرحمكم الله. لا نقول، نقول هنا من شيء فكذبنا، وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور. وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. 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 نقول وهو وهو كلهم ثلاث حروف مرققة وهو. ألا يعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وكلوا من رزقه. وكلوا من رزقه. مر عندك مر 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 رز ز بين صفير تاع حرف الزاي صفير رز رز اعطيها حرف الصفير اعطيها صفة الصفير ازاي. وهو الذي، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وكلوا من رزقه
وإليه النشور وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. لا نقول من رزقه أرى إنما نقول من رزقه نعيد وكلوا من رزقه وإليه النشور. هنا من رزقه وإليه وكلوا. وكلوا من رزقه وإليه النشور. كذلك لا نقول وكلوا إنما نقول وكو رقق الكاف وضم أعطيها ضم محكم وكلوا كلوا نعيد وكلوا من رزقه وإليه النشور. في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أمنتم أن في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور هنا الإمام قالون آمنتم يحقق الهمزة الأولى ويسهل الثانية مع ألف الإدخال آمنتم يسهل الثانية آمنتم من في السماء ين هنا مكسورة فمفتوحة في كلمتين السماء أن هنا يبدل الثانية ياء من جنس حركة ما قبلها من في السماء ين وعيد آمنتم أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير 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 أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن
يمسكهن إلا الرحمن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير إنه بكل شيء بصير إنه بكل شيء بصير إنه بكل شيء بصير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم الرحمن أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا إلا في غرور إن الكافرون إلا في غرور إن الكافرون إلا في غرور إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا أمن هذا الذي هو جند لكم إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وإليه تحشرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. لا نقول تحط، إنما نقول تاء ترقق تاء تؤح تح تؤح، ولا نقول تؤح هذا خطأ إشمام السكون تارحا تؤح هذا خطأ تؤح تحشرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. كذلك كلمة قل كثير ما الناس يقرأ فيها غلط، يقولوا قل قل وهي تفخيم في القاف قا قو قو ال قل لفظها قو ال قل يعني فخم القاف وضمها ورقق اللام وسكنها قو ال قل تتركبها تولي قل أول أول هذا خطأ قو ال قل نعيد قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. كذلك حذاري على تفخيم الراء ذرأكم إليه هذا خطأ ذا را لأن الراء جت بين مرققين ذل والهمزة وهذا خطأ تولي ترقق هذا يزم استعمال الرياضة الفكية ذا را ذا را ذا رأكم حافظين على صفة التفخيم لأن صفة يعني مستقرة فعلا بالراء في الفتحة. تفضل. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. كذلك ويقولوا لم مرقق والقاف مفعول. يقولون متى لا نقول متى إنما نقول متى متى إنما كذا كان نقول متى هذا تقليل. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. كذلك للتذكير ضمير أنا هنا أنا علماء الضبط وضعوا فوقه صفر مستطيل دلالة على أن هذا الألف يمد وقفا ويسقط درجا أي وصلا. وإنما أنا في الاختبار أنا ترجع الألف وفي الوصل تحفظ تقول أنا وإنما أنا نذير. لذلك علماء الضبط ضبطوا فوق الألف صفر مستطيل وليس مستدير. لو جاء مستدير مدور معناها لا يقرأ لا وصلا ولا وقفا. إنما صفر المستطيل يقرأ الألف الحرف اللي فوقه صفر مستطيل يقرأ وقفا ويسقط درجا أي وصلا. قل إنما العلم قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين
كفروا وقيل فلما رأوا ذلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون وقيل هذا الذي كنتم به تدعون فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون هذه كلمة سيئت وسيئة فيها الإشمام يقول الإمام الشاطبي في الشاطبية في كتابه حرز الأماني ووجه التهاني وقيل وغيظ ثم جيء يشمها لدى كسرها ضم الرجال لتكمل وحيل بإشمام وسيق كما رسى وسيئة وسيئت كان رويه أم بلا سيئة وسيئت الإمام نافع يعمل فيهم الإشمام كلمة سيئة وسيئة سيئت لماذا لأنها هي قبل الإسلام قديما كان تقرأ كلمة سيئة ليست بالياء تقرأ سوئة يقولك سوئة بالواو سوئة وجه فلان سوئة هذا التحويل يقع في كل اللغات بمرور الزمن يقع تحويل واختصار فبمرور الزمن ولد سيئة سيئة سوئة ولد سيئة كما تونتي مثلا عام 20 الفرنسيس كي تقول له كومون سافا يقول لك سافا بيان توا معاش يقول لك بيان هذا يسمى اختصار في اللغات بمرور الزمن يقع الاختصار معاش يقول لك سافا معاش يقول لك سافا ميو يقول لك ميو ميو معناها بخير كلمة سافا تنحت اختصار هذا موجود توا يقول لك سافا ميو معناها هذا قديم هذا من عام 20 هذا اختصار يقع في اللغات فتحولت الواو سوئة إلى الياء سيئت القراء الاخرين يقراوها سيئت بالياء المحضه والامام نافع خذينا فيها قولان فيها زوز اقوال يسمى الافراز والشيوع الافراز والشيوع الشيوع ما هو شائع عند مشايخنا متمثله في كلمه اي بالفرنسيه اي سيئت سيئت هذا الشائع عندنا يسمى الشيوع شائع عندنا سيئة هذا الاسم لكن الأرجح الذي نميل إليه هو تخرج بالضم وتحول للكسر يسمى الإفراز فمن مشايخنا من أقرأنا بهذا ومن أقرأنا بهذا لكن من باب الإمانة نوصلهم اثنين لكن الثاني أقوى أنا أميل إلى الإفراز لأنه يوافق قول الإمام الشاطبي لأن الإمام الشاطبي رجع البيت يقول لدى كسرها ضما لدى كسرها شنو ضما لتكمل معناها والضم مقدم على الكسر معناها 10% كما يقولوا ضم ثم ترجع للكسر سيئت سيئت مفهوم الكلام سيئت هذا هو الإفراز كلاهما هذا أخذنا بهما لكن أميل هذا لدى كسرها ضم رجال لتكمل واضح الكلام هذا قول الإمام الشاطبي لدى كسرها ضم معناها الضم مقدم على الكسر كما يقولوا 10% ضم ثم تحول سيئت هذا يسمى الإفراز والآخر الشيوع ما هو الشائع بين علمائنا فلما رأوه نعيد فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين فمن يجير الكافرين من عذاب أليم فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمن
الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أرأيتم تحقيق الأولى والتسهيل الثاني عند الإمام خلو من الأول بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات
أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به صدقت ربنا وبلغت رسلك ونحن على ذلك من الشهيدين أمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.